ودلوقتي خلينا نتابع لقاء مع أسرة الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان. لله الحمد، أنا بحمد ربنا على اللي هو نال الشهادة، وهو كان طالبها الحمد لله. هو انصف 2017 وحج حجة كبيرة، وطلبنا منه ان احنا ننقله مرضيش. قال انا مش هنتقل من شغلي عشان انا بحب شغلي. هو كان بيحب مصر وطالب الشهادة عند احمد وعند محمد اللي هو ورا الشهيد. واحمد الحمد لله قدمت له بعدها بشهرين. في ناس بقى يقول انت مش خايفة او زعلت على اللي راح بتقدم للتاني؟ فانا انا يبقى على كلام ابني على مصر وبحبها وبحب الجيش. حبيت الجيش على 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 كلام الشهيد. احنا بنحب الجيش، وبتمنى ان ابني احمد يبقى زي اخوه، وبتمنى ابنه ان شاء الله باذن الله برضه يكمل الرساله اللي ابوه كان نفسه يبقى يعمل لمصر احلى من كده. اخر اجازه له كان قعد شهر، فهو كان متعود يجي 15 يوم ويقعد 15 يوم هنا. فاخر اجازه له جه قعد 5 ايام. فبقول له يا هاني، قال اوعي يما تقفل التليفون، لاننا احنا في حاجات كده بتحصل عندنا، والحمد لله يمكن يقطعوا اجازتي. قلت له ماشي. فكلمني، كنت قاعدة بفطر معاه، قال يما المرة دي آخر مرة أفطر معاك فيها. قلت له ليه؟ قال لي يما لأنني رايح مش راجع. قلت له رايح مش راجع إزاي هاني؟ خلاص ما تروحش يا حبيبي، ما تروحش الشهر ده. قال لا، في أي أرض هموت يما. قلت له طب أنت مطلوب لك عملية هعملها لك، كان عنده اللوز وتعب شوية. فقلت له أنا هعمل لك اللوز وما تروحش. قال ههرب من شغلي، ما ينفعش، لازم مبني اول واحد. هو كان بيحب شغله قوي. فقلت له سلمها لله. سافر الاربع، غاب، كلمني يوم السبت. هو ما فيش حد عندنا، احنا فلاحين وربنا يعلم احنا شقينا وتعبنا على ما ربناه. فبيقول لي ايه يا ماما؟ هو عمره ما قال لي يا ماما. بقول له ايه هاني؟ في حبيبي ضرب عندك ولا حاجة زي ما كنت انت بتحكي لي؟ هو كان دايما يحكي لي على كل حاجة، تعباه مفرحاه، في عسكري عمل معاه اي موقف، في ضابط عمل معاه اي موقف، فبيحكي لي عشان هو كان متقرب مني جامد. فبقول له، قال لي لا يما، انا في كمية، انا الحمد لله لسه في اسماعيلية، وهروح اسافر الصبح ان شاء الله، في عربية مصفحة هتاخدني. فقلت له يا حبيبي طب خلي بالك من نفسك يا هاني. قال لي يما خلي بالك من ابني. هاني كان نفسه ربي. قلت له ان شاء الله هتيجي، خلي بالك انت من نفسك بس وهتيجي والله. هو الأخ والصديق والابن وكل اللي نفسك فيه والرجولة والأدب والأخلاق، ما فيش بعد كده بصراحة. ده كله خسرته، ده اللي أنا خسرته فيه هو جه بيقول لي، كان في ناس زمايله مستنينه على محطة القطر، مش عارف مقدم وعقيد أو حاجة زي كده هم كانوا ده عندهم، مش عايز اقول لك احسن من عياله، من الادب معاهم والاحترام فبيقول لي بقول له يا ابني انت ماشي نفسيتك مش مظبوطه كده، ما تروحش. قال ما فيها اسمها، في حاجه اسمها ما اروحش ازاي هو انا رايح الغيط؟ رايح الجيش. المهم نزلت هناك على المحطة وسلمت على الناس زمايله وبتاع واتكل على الله. فجيت بقى بعد يوم 3 ايام ولقيت اخوه محمد بيرن علي وانا جاي من الشغل بيقول لي ده هنا مصاب. قلت له هاني استرشد، ان الله وانا اليه راجعون، وانا نسيق العربيه دي
على ما وصلت هنا بالعربية، أنا أصلا ما أعرفش العربية يعني من عند الله كده، يعني ماشي تايه أصلا من ساعة الواد ما رن علي. جيت هنا لقيت الدنيا بقى إيه، أنت عارف بقى الأرياف مقلوبة الحمد لله. قلت له طب يا هاني أنت خايفين من العمليات اللي هي؟ قال لي يا عم أنت كنت ضابط في الجيش، مش هنسيب أرضنا مستحيلة، دول خونة ومأجورين وجين علينا عمرنا. قلت له أنت خايف؟ قال لي عمره ما خاف. أنا شفته الترنج بتاعه، قلت والدته لابس الترنج أبيض فأبيض، هو أزرق والله شفته أبيض فأبيض. قال لي عم أنا حاسس إن أنا هروح المرة دي هستشهد، بس برجائي ما تعرفش والدي ولا والدتي. يوم الاستشهاد بتاعه كنا بندفن في بلد جنبنا بعد المغرب، والله العظيم وحياة كتاب ربنا ده لقيت واحد بيقول لي يا كابتن عادل في شهيد في القبة، شهيد في القبة. قلت له شهيد ايه؟ ما جاتش ببال هاني خالص. صليت رحت رايح بنتي قالت فيا بابا، قلت لها اسماء بنتي في شهيد في القبة بس قلبي بيكوني. رحت مغير الجلبية وجاي جاري جاي، بس مش متوقع ان هاني، ان هاني معايا على الفيسبوك وبيتصل بيا من فوق الجبل من فوق في عز البرد وبتاع، يعني يقول لي يا عمو، ساعات مره يقول لي يا عم وساعات مره يقول لي يا خال. يقول لي انا بص شوف ادعي لنا. قلت له قال لي انت انا بس لو شفت واحد اكله بس. جيت هنا لقيت الدنيا ابو قاعد وبتاع هاني الله.